أولاً الرضا لا بد فيه من الزوجين، ولا يكون زواج الله برضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في إذنها في نفسها، وإذنها صماتها. هذا بيان لإذن البكر وإذن إيش؟ وإذن الثيب. فلا يجبر أحد لا من البكر ولا من الثيب إلا الصغيرة فقط، التي تعتبر صغيرة، لأن فيه نص خاص ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فاطمة وهي كما ذكر عائشة، وهي كما ذكرت ابنة ست، وبنى بها وهي ابنة تسع. وهذا يدل على أن للولي الأب خاصة أن يجبر موليته الصغيرة على إيش؟ على زوج، على زواج، على الزواج من الكفء. وأما إذا كان قد زوجها كفء فلا يجوز إجباره لها، فلا يجوز إجباره لها. إذن لا تجبر هنا إلا من الأب، ولا تجبر إلا على الكفء فقط. هذا قيدين واضحين في هذه المسألة. أما باقي الزوجات، باقي البنات، لا تجبر أبدا. ويقولون أيضا أن هذا يشمل، بعض أهل العلم يقول أنه يشمل الابن والبنت، الابن والبنت. وإذا ساغ في البنت فهو في الابن إيش؟ من باب أولى، لأن الابن يملك إيش؟ إذا كبر يملك إيش؟ الطلاق، بعكس البنت لا تملك الطلاق. نعم.